أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، ما زلنا على الهواء مباشرة في سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. دكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك. وأنا كده شايفة إنه القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة هو يقوم، نتعلم منه، وفي نفس الوقت نجد فيه البشرة والاطمئنان، وإنه إحنا الجزاء موجود، التعليم والتحذير موجود والجزاء موجود. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. وأول حاجة هي الهداية موجودة في القرآن، وإحنا داخلين على شهر القرآن، شهر رمضان المبارك، وإحنا من النهاردة من شهر رجب بنستعد إزاي إن إحنا نستفيد من كل دقيقة في شهر رمضان، وإزاي إن إحنا نستفيد من الأيام المباركة اللي إحنا بنعيشها. وأول حاجة نقول الحمد لله الذي أطال في أعمارنا إلى أن وصلنا لهذه الأيام. وكم من إنسان فارق الدنيا كان بيتمنى إنه بس ربنا يديله فرصة يعيش أيام تانية عشان يعمل أحسن من اللي عمله. لازم نعرف ونذكر أنفسنا كل شوية كل شوية إن القرآن فيه كل حاجة، فيه العلاج لكل مشاكلنا. حتى في الآية اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها قبل الفاصل، في العلاج للحقد والحسد وقصة قابيل وهابيل، وإزاي إن الشر ما بينهم وصلهم لهذه النهاية، وإزاي إن الإنسان ما يبقاش عنده طاقات سلبية ويشوف دايما إنه كل حاجة مش موجودة عنده، مش موجودة عنده. لأ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل واحد فينا عنده خير كبير قوي، بس في واحد بيشوف الخير ده، وفي واحد بيركز على حاجة واحدة ناقصاها ويجعل منها ان هي دي كل حاجة، ويقول ايه انا ما عنديش حاجة. لا، ما عندكش حاجة ازاي؟ شوف نعمة ربنا عليك في الصحة، في الستر، في العين، في التنفس، في القدرة على الاكل. يبقى احنا عندنا نعم ونعم، عارفة، غارقون في نعمك يا الله. لازم اركز كده. فالقرآن يهدي، ان هذا القرآن يهدي، كلمة يهدي، وزي ما احنا تعودنا ان احنا نعرف معنى كل كلمة، كل كلمة ما تنفعش يبقى في كلمة تانية مكانها. يهدي يعني يرشد ولا يتركك الى ان تصل الى مرادك. يعني ايه؟ يعني عارفة واحد ماسك ايدك كده مش هيسيبك ابدا لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها. انا عايز رضا ربنا سبحانه وتعالى، خلاص القرآن مش هيسيبك، اعمل باللي فيه توصل لرضا المولى سبحانه وتعالى. انا عايز يكون حالي افضل حال، خليك مع القرآن، اقرأ وافهم واعمل. يبقى أول أقرأ وافهم هو إيه المراد، وبعدين أعمل بيه، مش إن أنا زي ما الناس اللي بتقول أنا بقرأ سورة البقرة ممكن يكون قرأها مرة ولا حاجة مش مداوم عليها. يبقى الاستمرارية والتركيز على ما جاء في القرآن والاستمرار على العمل بيه، هيحصل للإنسان إيه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم يعني أفضل حاجة. كلمة أقوم دي يعني أحسن حاجة في كل شيء. هيديك، هيعلمك، وهيفضل معاك لما توصل لأحسن حاجة في الدنيا. هيخلي نفسيتك أحسن، هيخلي حياتك أفضل، اتخاذ القرار عندك أفضل، لأنه هيبصرك بحقيقة الأمور. فأنا لما أقعد أفهم كده الله، يعني هيخلي مخي أحسن واستيعابي أحسن. حاول تفهم وتركز، وأنت هتلاقي عندك أفكار وحاجات كمان. لما أعيد قراءة القرآن الكريم كل مرة هعرف حاجات ما كنتش عارفها قبل كده. بس عليا أن أنا أركز. طيب القرآن فيه البشرى، وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. شفتي جاب العمل، الإيمان مع العمل. يبقى أركز على أني دايما أعمل عمل صالح ليهم إيه أجرا كبيرة. الآية الكريمة لم تحدد إيه هو الأجر الكبير، عشان نقعد نتخيل بقى إمتى بيقول عظيم وإمتى بيقول كبير، وإيه الفرق بينهم. كل حاجة، كل نهاية لها علاقة بما جاء في الآية. خدي بالك حضرتك، دي حاجة مهمة. عارفة الناس اللي بتحفظ القرآن الكريم دايما مشكلتهم احنا بنتلخبط في نهايات الآيات، مش عارفين امتى غفور رحيم وامتى سميع عليم او اجرا كبيرة اجرا عظيمة. كل احنا مش عارفين امتى نعرف ان ده
النهاية مرتبطة بما جاء في الآية. هنا أجر كبير، عشان ده هيدل إن اتخاذك لهذا الطريق هو نعمة كبيرة وفيها مجاهدة طبعا، أنت تفضل مستمر، فعشان كده أجر كبير عظيمة بتكون مناسبة مع الأعمال، إن أنت تعمل عمل عظيم هيجي في الآخر أجرا أجر عظيما عظيم. عظيما. فإحنا طبعا لما نفهم القرآن الكريم، عارفة، تركيزنا هيتغير وحياتنا هتتغير. يبقى أنا أعمل إيه وأنا في شهر رجب؟ أبتدي أعمل هي ورد، أقرأ فيه القرآن وأبتدي أفهم وأركز وأتحرى. أنا بسمع القرآن والتفسير من مين؟ يعني عارف حضرتك في النت دلوقتي ناس بيكتبوا أي حاجة وإحنا ندخل، يعني ناس تدخل تقوم واخدة منهم، لا، لازم نتحرى المصدر الصحيح. جميل، خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقتنا. وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا في كل زمان ومكان. نجوب مصرنا الحبيبة جمعية البر والتقوى بقوافل الأمان والدفى الخير، قوافل كلها خيرات، كل ما يتعلق بالأمان بالدفى، أطعمهم من جوع آمنهم من خوف. هكذا تحقق جمعية البر والتقوى هذه المنظومة، أن يكون هناك دفء وهناك أمان، ومن هذا المنطلق بتنطلق جمعية البر والتقوى بقوافل لا تنتهي طوال العام، قوافل لا أقول قافلة اليوم ولكن هي قوافل باستمرار تعمل طوال العام. أقول في هذه القافلة مثلا التي نصورها خلفنا، إحنا عندنا يا جماعة النهاردة أكثر من 40 جهاز للعروسة، عندنا أجهزة كهربائية، عندنا أمان لليتامى، معانا كميات هائلة من البطاطين إن شاء الله، عشان إحنا مسافرين بنجوب المحافظات والجو زي ما إحنا شايفين. حتى البطانية أنا مش بقول إن هي خاصة في الشتاء بس، لا، ده في الصيف، لأنها أمان ودفى، أمان إن ممكن واحد يستر بيها بيته. عايز أقول لحضراتكم إحنا معانا تلبية لنداء أكثر من 40 يتيمة محتاجة لعفش علشان نسرع بزواجهم. عايز أقول لكم إن إحنا معانا قوافل أدوية، أنا برجع تاني بقول كميات هائلة من الأدوية، بيطلع طبيب مختص صيدلي علشان يمد الناس بالأدوية بتاعتهم في المكان بتاعهم. عايز أقول لكم الخير لا ينقطع أبدا بإذن الله تبارك وتعالى، الخير منكم وإليكم، ألقاكم على خير، أكرمكم الله، آواكم الله، غفر الله لكم وتقبل عطاياكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا عند نهر الكوثر مع سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عنا راض وربنا تبارك وتعالى راض بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد القافلة دي طالعة الأقصر، أقصر تخيلي. فيعني في حد مثلا في مكان ما في القاهرة حط مبلغ هيروح على هيئة مثلا أكل هياكل بيه مثلا طفل في قرية نائية في الأقصر، ودي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، إنه يعني خلى التواصل بين المؤمنين وبعضهم من غير حتى ما يعرفوا بعض، ومن غير فكرة المصلحة المتبادلة، إن أنا بعمل لحد من غير ما مستني منه مصلحة أو حتى كلمة شكرا. عارفة كمان أوفر حتة بنت يتيمة، عروسة يتيمة جاي لها جهاز اللي احنا شفناه ده، يعني شوفي حضرتك واللي بعته لها لا يعرفها ولا هي تعرف، جالها من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا جعل الشخص اللي ساعد هو سبب في إجابة الدعاء، يعني ربنا استجاب لها وبعت لها والشخص ده كان السبب. فرحة وشرف كبير، تخيلي حضرتك فرحة البنت اللي هي اليتيمة دي، ما عندهاش حاجة وما عندهاش حد يساعدها، وممكن مش متيسر لها انها تشتغل او الشغل مثلا مش ما عندهاش دخل كافي،
يجي لها الحاجة في أحسن صورة. شوفي حضرتك وجالها منين؟ من القاهرة، وهي فين؟ في الأقصر، وغيرها من المحافظات اللي جمعية البر والتقوى بتزور كل المحافظات تقريبا، بس القافلة دي خصوصا. شوفي بعد المسافة فين. أيوة. وطبعا الجو طالعة من الهرم مثلا أو من القاهرة رايحة الأقصر الأقصر. أيوة. وبتجهز وفيها طبعا مواد غذائية وفيها عفش وفيها لحاجة. وهنا ده يعني احنا بنشاور على الطلب وبنفرج الناس تنفيذ الطلب. ونفتكر الآية الكريمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. شوف يعني مثقال ذرة حتى ولو حاجة صغيرة خالص ربنا هيجازيك بيها الخير، فما بالنا في الخير الكبير اللي احنا شايفينه ده النهاردة. وده نفتكر واحنا في شهر رجب، نقول يلا نعمل خير، يلا نقول للناس اللي بنحبهم أصدقائنا وإخواتنا وفي تجمعات العيلة، يلا ده في باب وفي خير كبير هيروح لناس احنا ما نقدرش نوصل لهم، هيروح لناس احنا ما نعرفش حالهم هم ايه، احنا مش هنقدر نبحث عنهم، لكن جمعية البر والتقوى من خلال الفرق البحثية المتخصصة حددت كده مين محتاج ايه وفين. وخرجت القوافل، وشوفي حضرتك كام عربية، كل دي متجهة الى المحافظات البعيدة. وطبعا لازم ناخد بالنا من الجو، ممكن يكون ساقع جدا، ممكن يكون حر جدا، حاجات احنا ما نقدرش نعملها كأفراد، لازم يكون في مؤسسة هي عندها يعني الادوات اللي تساعد، سواء فرق البحث أو العربيات. كمان حضرتك في التقرير بيقول لك الطبيب متخصص، صيدلي متخصص عشان يوزع الأدوية، وده يدل على مدى الدقة. يعني مش هي أدوية ورايحة للناس وخلاص وهم يتصرفوا، لا يعني احنا انت عندك سكر خدي ده كذا، احنا هنعمل لك تحليل، احنا يعني طبعا بتبقى قوافل مجهزة على أعلى مستوى. وهو ده التحري في الخير. انا مش بعمله خلاص، ده انا بعمله من خلال المتخصص عشان فعلا يوصل الحاجه كما ينبغي. وكل واحد على حسب احتياجه، يعني ممكن ادي لحد فلوس يجي مثلا جوز الست يقوم واخدها وشارب بيها حشيش، او يقوم سجاير، او يطفش. فالجمعيات بتحدد احتياج كل حد وبتديله الحاجة اللي هو محتاجها، وهو ده دور مهم وكبير ما ينفعش نقلل منه أبدا، وما ينفعش نقول لا أنا أتأكد أنا. طب ما إحنا عندنا 3 أنفار اللي متأكدين منهم، بقيت الملايين ولا الآلاف اللي المفروض يوصل لهم إحنا مش متأكدين. يبقى إذن كل واحد له دور لازم يعمله. إن لله خلقا خلقهم لقضاء حوائج الناس. كمل لنا الحديث ده يا دكتور. عارفه حضرتك الناس اللي ربنا اختصهم بان هم يكونوا وسيله ان يوصلوا المنافع للعباد ويقضوا يعني ويساعدوا الناس على قضاء حوائجهم، دول يوم الخير الكبير جدا. انت عارفه حضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي، وطبعا كانت بالنسبه له حاجه جديده، وهو كان بيرتجف كده وراح للسيده خديجه، كان لسه ما نزلتش يعني سيدنا جبريل نزل ولسه ما فيش تفاصيل الرساله بقى في اول يوم. السيده خديجه طمنته قالت له ايه؟ فوالله لا يخزيك الله ابدا، مش ممكن تحصل لك حاجه سيئه ابدا. ليه انت بتعمل ايه؟ شوف هو كان بيعمل كده من قبل نزول الرساله. واول واحد انك لتصل الرحم، اذا انت بتوصل الارحام، وايه كمان؟ وتحمل الكل. يعني ايه؟ يعني انت بتساعد الضعيف واليتيم والمحتاج، ازاي يجي لك حاجه تصيبك فيها سيئه؟ وبعد كده وتكسب المعدوم، يعني اللي ما عندوش خالص انت بتساعده وبتعينه. طب وايه كمان؟ وتقر الضيف، ده انت بتكرم ضيوفك. وايه كمان؟ وتعينه على نوائب الحق، يعني اي واحد بيحصل له حاجه كابتلاء واختبار زي مرض او غيره انت بتساعده عشان تفرج عنه الكرب. كل ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسعى في الخير ده حتى من قبل نزول الرساله عليه. فلما طبعا الرساله نزلت له والسيده خديجه بتقول له كده عشان تطمنه، فاحنا نستفيد ايه؟ ان اللي بيعمل الخير وبيسعى في قضاء حوائج الناس لازم هيلاقي الخير. انا بتفرج دلوقتي على مشاهد فلفت نظري فيشه. الفيشه اللي هي في كل بيوتنا العاديه خالص، ده اوبشن ما كانش موجود في بيت متهالك طوب، ما فيش سقف، ما فيش كهرباء، موصلين بسلكه كده وممكن المطره تقع فالموضوع يولع، وياما شفنا وياما شفنا في حرائق وفي حاجات كده. فالحاجة اللي احنا ممكن ما بنشوفهاش واحنا ماشيين وبنفتح وبنقفل النور ممكن يبقى
اختراع عند ناس تانية، وتبقى انت سبب في انك توصل حاجة مريحاك، تبقى سبب في انك تريح غيرك بيها. هو ده اللي احنا لازم نركز عليه دايما. الف النعمة احيانا ينسينا انها نعمة. يعني ايه؟ ان انا اتعود على النعمة. يعني شوف حضرتك بتقولي العادي في بيوتنا ان في فيشة وانا بستخدمها وانا مغمض مش شايف. لا، في ناس ما عندهاش دي. طيب السقف اللي هو في الشقة ده عادي؟ يعني شقة لازم يكون فيها سقف؟ ده برضو مش موجود عند ناس. طيب البيت متقفل، يعني الشباك مقفول كويس او الباب موجود؟ لا، في ناس ما عندهاش باب، الباب بتاعها عبارة عن ستارة او جلبية. عبارة عن بطانية. ايوه، جلابية. انا رحت حتة فيها جلابية متثبتة كده. طب الجلابية دي تعمل ايه في الحرارة ولا في البرد ولا في الحشرات ولا في الكلاب ولا في الحاجات الضالة ولا في تعمل ايه؟ فاحنا ممكن نكون مش متخيلين ان ده موجود. فالجمعية بتعمل ايه؟ بتورينا، بتقول لنا يا جماعة في حاجات هي ما تخطرش على بالنا، لان احنا فاكرين اللي احنا فيه ده العادي. لا، احنا لازم نفكر. اول حاجة، اللي احنا فيه ده نعمة نشكر ربنا عليها في كل وقت. نعمة الستر، نعمة ان احنا عندنا اشياء بتريحنا، نعمة وجود المية، نعمة توفر الاكل وقدرتنا على ان احنا ناكل. دي كلها نعم، لازم نقول الحمد لله في كل وقت. نقول يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد. فلا، دي اول حاجة. بعد كده افكر بقى ان انا اشكر النعمة دي ازاي، ان انا اساعد غيري ان يكون متوفر عنده الحاجات دي. وزي ما احنا شفنا بعد المسافات، وكمان احنا مش عارفين مين الناس اللي محتاجين، فطبعا بلجأ للجمعية المتخصصة عشان هي توصل المساعدة دي للغير. الله، جميل. طيب احنا دلوقتي فكرة تظبيط النية ل ان احنا بقى، يعني احنا رجب، شعبان، رمضان، عايزين نظبط بقى كده ونحط جدول ونحط خطة. دي حاجة مهمة جدا. أنا أعمل جدول وأشوف أنا أقدر أعمل إيه وممكن أساهم بإيه. بس في نقطة ناس كتير بتقولها، انا بس هجهز نفسي، يعني افكر لكن مش هعمل حاجه فعليه الا لما يجي رمضان. معلش، انا عايز ايه؟ اساعد الناس في رمضان. ده نقول لهم ايه؟ اول حاجه، وما ادراك ان العمر هيديك فرصه. دي اول حاجه. يعني عارفه اللي بيركز كده وبيركن ان في عندي فرصه في كذا، لا، وما يدريك. الناس اللي فارقوا الحياه، ممكن حد يعني توفاه الله بالليل كان هو الصبح عايش وكان كويس. أيوة، صح. فاحنا ما نركنش على دي خالص، وما نقولش ان انا ايه، لا انا مستني رمضان. دي حاجه. الحاجة التانية، ربنا يعني هو اللي بيدي الثواب. هي ده اسمه حبس للخير. يعني هو بيحبسه لغاية وقت معين، هو مش متأكد انه الحبس ده هينفرج عنه. يعني ممكن يفضل محبوس وما فيش حد يستفيد منه غير بقى مثلا ورثة او كده، ومش هيحطه لك في خير مثلا. يعني دي حاجة. الحاجة التانية، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقيم. يعني ما نقولش ايه، في ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا ايام فيها الثواب بيضاعف، لكن ربنا برضه هو بيدي الثواب. يعني افرض حد محتاج دلوقتي جدا واحتياجه ده ما ينتظرش رمضان. يعني ناس عايزه تاكل، نقول لهم لا، استنوا، احنا هنطلع في رمضان. صحيح. مثلا عايزين بيت، نقول عشان كده احنا ضد حاجه اسمها شنط رمضان. هي شنط بقى، هي شنط، وهو اكل، وهو طول السنه الناس لازم يتعمل لهم اطعام ويتعمل لهم وجبات. وفي ظل الغلاء وارتفاع السلع، اللي قادر يجيب سلعه يجيب معاه الاثنين ثلاثه معاه كمان. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره سماح عزب، استاذ التفسير وعلوم القران الكريم. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه. اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله.